المئة يوم التي حددها دولة رئيس الوزراء العراقي لتقييم الوزارات التي تعنى بشؤون المواطن والتي شرفت على الانتهاء ولم يلمس المواطن شيئا على أرض الواقع والذي كان يأمل بأن يكون هنالك تغييرا يصب في جعبته التي أصبحت شبه فارغة أتصور أن القضية ليست قضية مدة هل هي مئة يوم أو أكثر أو أقل أنا أتصور أن الطريقة هي مسألة مسألة منهجية هل هل بالإمكان أن أن يكون هناك حل حقيقي في ظل نظام سياسي ركب بهذه الطريقة، هل هل من الممكن أن يكون نظام المحاصصة ينتج شيئاً إيجابياً للشعب العراقي؟ هل من الممكن وسط هذا التناحر الدموي ما بين الكتل السياسية المفروض هي شريكة في العملية السياسية وفي السلطة، هل من الممكن أن ينتج شيء إيجابي؟ عامل الضغط الجماهيري من خلال التظاهرات التي تشهدها كافه مدن العراق لم تتوقف رغم الوعود التي اطلقتها ما تسمى بحكومه الشراكه الوطنيه لرفع الحيف الذي وقع على المواطن منذ عقود فيما برر بعض الوزراء بان هذه المده هي مقياس لمستوى بعض الوزارات والتي لديها تماس مباشر مع المواطن لكون ما يحصل اليوم هو عامل ضغط على الحكومات والمسؤولين للخروج بنتائج مرضيه الجميع قدم خطط عمل لهذه المئه يوم احنا نتمنى ان تنجز الوزارات اللي قدمت هذه الخطط ضمن ما وتتحمل المسؤوليه وبالتاكيد اللي يحصل اليوم في المنطقه كلها هو عامل ضغط على الحكومات وعلى الوزارات وعلى المسؤولين في ليس فقط في العراق وانما في عون المنطقه الحكومة وضعت نفسها على المحكمة بين ضغوط المواطن وبين المئة يوم في حال لم تلبي مطالب الشارع العراقي خلال هذه المدة فهل سيكون رئيس الوزراء جادا بإقالة الوزراء الذين غير قادرين على خدمة المواطن هذا ما سنراه في العاشر من حزيران من الشهر القادم قناة الرشيد براء كنعان سامراء